هل في كل ولايات السودان المختلفة بتراثهم وثقافاتهم المختلفة من كل منطقة وكل مدينة وكل ولاية عندها أغنيات محببة بالنسبة لها وعندها تراث مختلف، لكن بيجتمعوا فيه كل أهل السودان في المحبة وفي عشق تراثنا أيا كان نوعه وشكله؟ ونحن في المجتمع دارين كل زول بيقول لك والله ده فلان دوره في المجتمع، وبنعرف انه في مؤسسات عندها دور ايضا في المجتمع، وفي منظمات ايضا دور، والانسان نفسه عنده دور في المجتمع. نحن اليوم دارين نعرف كلية تنمية المجتمع هي ذات دور شنو في المجتمع، وشنو من الحاجات اللي بيقدموها الطلاب وخريجي تنمية المجتمع. جامعة النيلين سعداء جدا ان تكون الان برفقتنا ضيفة عزيزة دكتورة حنان ابراهيم عميد كلية تنمية المجتمع بجامعة النيلين. صباح الخير عليك. عليكم السلام والرحمة، مرحبا بأستاذ إنسان، مرحبا بقناة الشروق، مرحبا ببرنامج صباح الشروق. مرحبا بك ومنورة عبر إطلالتك في صباح الشروق. لكن دكتورة حنان خلينا نشوف ذاته كلية تنمية المجتمع دي شنو اللي بتعملوا للمجتمع؟ حقيقة كلية تنمية المجتمع يعني كلية صراحة عندها خصوصيتها، يعني شوية رسالتها بتختلف عن بقية الكليات في الجامعة. عندها الجامعة أصلا هي عموما ثلاثة أضلاع اللي هي أصلا جانب تعليمي أكاديمي وبحث علمي وخدمة المجتمع. نعم، نحن في كليتنا مركزين على خدمة المجتمع، يعني 80% اللي هي خدمة المجتمع. شنو الخدمة اللي بتقدموها للمجتمع؟ خدمة المجتمع دي شنو بتقدموها من خلال الكلية؟ الكلية حقيقة يعني هي بتركز دائما على المناطق الطرفية أكثر. نحن يعني مقدرين الظروف الراهنة اللي بتمر بها البلاد، يعني نحن بنصل المرأة ونصل كل من يرغب إنه ينضم لنا وينضم لبرامجنا بنصله في مكانه يعني. نحن الآن عندنا ثلاث مراكز نموذجية الآن فاتحة اللي هي في مبدأ فيها 63 دارسة. عندنا في الأزهري مربع 22. عبارة عن تعليم ولا تدريب ولا تأهيل ولا نوع المراكز شنو؟ نعم نعم، نحن طبعا عندنا جانب أكاديمي اللي هو فندقة وسياحة ورياضة أطفال. جميل. والتنمية الريفية دفع البرنامج ده بيكون جوا الكلية، دبلوم تقني 3 سنوات بيكون جوا الكلية، فبنصلهم في أماكنهم دي دراسات مستمرة وتدريب. واحدة من التدريب اللي انت تتكلم عنه اللي هو في الشاشة ظاهر لنا الآن مع جنات وخبايز وحاجات ممكن الست في البيت تتدربها وتعرفها ومن خلالكم عشان تبقى منتجة، صحيح؟ نعم نعم نعم، نحن عندنا قسم اللي هو تنمية قدرات ومهارات المرأة. ده طبعا هو مركزين فيه على مواد معينة اللي هي الغذاء والتغذية والجماليات. نعم. وصحة البيئة والصحة العامة، دي الأربع مواد الأساسية المركزين فيها. يا سلام. نعم نعم، دي بنصل المرأة في أماكنها ودائما في المناطق اللي بتكون بعيدة. المشروع ده يا دكتورة بتدعمه جامعة النيلين كلية تنمية المجتمع نفسها؟ نعم نعم نعم، ده تابع للجامعة، كلية تنمية المجتمع تابع لجامعة النيلين. حتى الدعم بتاع المشروع بيجي من الجامعة نفسها؟ نعم، نحن بندرب طبعا المرأة على مثلا الشغل المثال يعني الصناعات الغذائية، ودي طبعا الصناعات الغذائية دي جواها طبعا كمية من المحاور، ممكن يدربون على منتجات الألبان، كيف تعمل الجبنة، المش، الزبادي، الجبنة العادية والجبنة المضفرة، منتجات اللحوم مثلا السيوك، البرجر، مارتديلا، حتى المرقة بصنعوها من حاجة معينة يعني بدون مواد حافظة، أصلا القصد إنه نصنع غذاء آمن استهلاكي مستهلك آمن خالي من التلوث، نظيف خالي من التلوث، خالي من المواد الحافظة. يا سلام. الجبنة برضو، الطحنية، الطحينة، المربات، العصاير، كيف تستفيد المرأة؟ كل حاجة ممكن تتصنع انتم. نعم. سعيتوا ليها. نعم، كيف تستفيد من موسم الوفرة لموسم الندرة، حتى التجفيف، العصاير، ده مشاركين بها، حتى الطماطم الايام دي متوفره. نعم نعم نعم، الكاتشب والحاجه المؤسفه. نعم. يعني الناس يعني مش الطماطم متوفر ممكن يشتروا كاتشب مستورد. صحيح. يعني الحاجات دي كلها نحن، والصلصه دي كلها بندربهم وبنمشي لهم في اماكنهم يعني. يا سلام، وده دور عظيم جدا اذا بتقوموا به من خلال كليه تنميه المجتمع بجامعه النيلين. وده دوركم باتجاه المجتمع، لكن خلينا نشوف الطلبه ذات نفسهم اللي موجودين في الكليه الدور اللي بيقوموا به شنو؟ الطلبه الاكاديميين هي فندقه وسياحه ورياضه الاطفال والتنميه الريفيه.
لكن والشورت كورسز في جزء بتاع برضه فندق وسياحه، ودي بيكون في الكليه. نعم. لكن تنميه مهارات المراه نحن بنصلها في مكانها، مغطرين الظرف يعني. صحيح. عندنا مراكز شيده نموذجيه تابعه لنا يعني. في محليات. طيب الطلبه الموجودين اقصد في الكليه نفسهم بيتم تدريبهم وتاهيلهم كلهم في تخصصهم مثلا؟ نعم، مثلا الريفيه يعني عندنا الحمد لله الوحدات الانتاجيه دي حديثه يعني دوبها جت في جامعه النيلين. بتعمل شنو؟ الوحدات الانتاجيه ده برضه بيشتغلوا كل المنتجات، اللحوم، منتجات الالبان، الدواجن، اللحم، البياض. بعد الانتاج وبعد الانتاج بيقوموا يعملوا تصنيع تحويلي، يعني يكون في تصنيع تحويلي. جميل. واحدة من الحاجات برضو الموجودة عندكم في الكلية اللي هي مشاركة الطلبة في المهرجانات المختلفة أو في المعارض، والأيام دي نحن بنشهد تشهد الخرطوم معرض الخرطوم الدولي. نعم. عندكم مشاركات طلابية في داخل معرض الخرطوم الدولي أو حتى مشاركات خارجية حصلت؟ عندنا مشاركات في معرض الخرطوم الدولي، مشاركات في المعارض كثيرة داخلياً، حتى ما قلت لك في المناطق الريفية، في محليات مختلفة، جبل أولياء وأم درمان كرري، بنشيل المعرض ده يعني بنتحرك به، وعلى أساس إنه نوري المرأة إنه ممكن ندربها في شنو، وهي منتجات طبعاً مختلفة، في أعمال القرع، في أعمال بتاع سيقان القمح، سيقان القمح ده لما يشيلوا في الشمال بالذات يشيلوا القندول بتاع القمح المحصول، بيكون الباقي زي تال حاجة تالفة كده. أه. احنا بنجيبها ونعملها لوحات. أيوة. لوحات بتاع سيقان قمح. أه. وفي الورق التالف برضو في الجامعة بدلا ما نمشي يحرقوه نحن بنجيبه وبنعمله قصيص. يا سلام. بتطلع تدوير بتاع إعادة تدوير. أوكي. ممكن نقول عليها. نعم نعم. مشاركتكم الآن في معرض الخرطوم نوع المشاركة شنو؟ نوع المشاركة بالمنتجات المواد المحلية. كلها منتجات باسم محلية. كلية تنمية المجتمع جامعة النيلين. كلية تنمية المجتمع جامعة النيلين. اللي هي لوحات بتاع سيقان القمح، أعمال القرع، الأوراق التالفة، القصيص بتاع الفازات. دكتورة علميا بترى انه الطالب بيستفيد من المشاركات ومن الدورات ومن الاعمال اللي ممكن بتقوموا بها من خلال تنمية المجتمع، ولا المفروض يكون اكاديمي بحت؟ لا خدمة المجتمع دي طبعا حاجة مهمة جدا. اكاديميا بحت، ما اصلا في جانب معرفي انت خلاص تلقيته، يعني كيف تترجمه في المجتمع؟ صحيح. كيف تطلع به في المجتمع عشان يستفيد منه المواطن يعني المحتاج له يعني. لذلك نحن نهتم بخدمة المجتمع. طيب دكتورة خلينا نشوف برضو كمان كلية الطب وكلية تنمية المجتمع، هم في توأمة بيناتهم أو في مشاركة ممكن تجمع ما بيناتهم من خلال جامعة النيلين؟ نعم، في المسؤولية المجتمعية بتجمعهم، المسؤولية المجتمعية. كلية الطب برضو بتقدم خدمة إنسانية، علاج مجاني، فحص مجاني، ناس تمريض برضو عندهم دور، مختبرات عندها دور، بصريات عندها دور، بتقدم نظارات. صحيح. بكلها مشاركين في معرض الخرطوم الدولي، فحص للنظر مجان، وعندنا كلية الفنون برضو مشاركة. يعني هسه لو مشيت حيفحصوا لي النظر حقي مجان؟ نعم ممكن. نعم. نقول دي دعوة لكل الناس اللي بتعاني من مشاكل العيون. أوكي. نعم، بيشاركونا في الصالة 5 إن شاء الله. الصالة 5. نعم. مشاركتكم مشاركة جامعة النيلين، كلية تنمية المجتمع، كلية الطب، وبصريات. أه. تمريض، ومختبرات. نعم. حتى المعمل ده عنده الفحوصات سكري، كل الحاجات دي متوفرة مجان. مجان. يا سلام. فحص سكري، ضغط، أي لأنتم كنتم بدوركم أكمل تجاه المجتمع صراحة. نعم. يا دكتورة. نعم تسلمي كثير. وده المقصود يعني في إنه الناس تكون شراكة مع بعض في مجتمع، تقدم كل حاجة ممكن يستفيد منها تجاه المسؤولية المجتمعية. المسؤولية المجتمعية. نعم. والمواطن ذات نفسه. خلينا نشوف ناس تنمية المجتمع دائما بيودوا غوافل ريفية. الغوافل اللي بتقوم دائما من الجامعات عشان ما تمشي وتعرف، واحدة من حاجات أنا قاعد أقول بتعرف الطالب بيكون ما بيعرف ولايات كثيرة جدا، هو غادي من ولاية أو موجود في الخرطوم ما بيكون بيعرف. الدور ده مهم جدا عند الطالب شديد. لأول حاجة بيتعلم إنه كيف يشتغل عمل الفريق، يعني يكون عمل جماعي بيطلعوا مع بعض، ويعني فيها جانب اجتماعي، لها بعد اجتماعي كبير. صحيح. جدا. والحاجة الثانية بيوصلوا رسالة الجامعة للجهة المعنية اللي هم شو لها يعني. رسالة الجامعة بدهم توصلوا.
خلينا نشوف رسالة الجامعة ذاتها تجاه المجتمع من خلالك أنت، رسالة الجامعة اللي دايما بتحاول توصلها، جامعة النيلين كلية تنمية المجتمع، شنو من الرسائل بتكونوا حريصين أنكم تكون من خلال العام تصل للمشاهد أو للإنسان؟ نحن طبعا في كلية تنمية المجتمع عندنا أصلا رسالة وهدف عام، يعني نحن حريصين نخرج مدربين ماهرين قادرين على المنافسة في سوق العمل. يا سلام. من خلال برامجنا كلها إن شاء الله برامجنا جديدة مواكبة لسوق العمل. نعم. وتاني في هدف آخر اللي هي مكافحة الظواهر السالبة، هذه برضها من ضمن برامج كلية تنمية المجتمع. والآن في المعرض لنا مشاركة، عاملين قاعدة بتاعت قهوة دي من خلالها بالذات ظاهرة المخدرات كثيرة ومزعجة. نعم. والطريقة التقليدية كونين يجوا متحدث ويقعدوا يسمعوا لها الشباب وكذا، بقى الطريقة التقليدية عاملين جروب ديسكشن، حلقات نقاشية مع الشباب نفسهم، وعاملين مسابقات بجوائز برضو، يعني نتمنى يشاركونا في قرب الصالة 5 إن شاء الله بتاعتنا قاعدة الجبنة. وعاملين مسابقات وعاملين برضو فرق بتوصل رسالتها الدرامية، يعني من خلال الدراما. ده كلام جميل ده دكتورة حنان. خلينا نشوف الطلبة اللي بتخرجوا من الجامعة، بما انه انتم بتأهلون قبل التخرج في انهم يكونوا منتجين ويكونوا ناس كيف يقدروا يديروا مشاريع ويعملوا مشاريع خاصة بهم، قاعدين تحسوا انه الحاجة دي بعد ما الطالب يتخرج في المجتمع، والله ده فلان خريج جامعة كلية تنمية المجتمع عمل المشروع الفلاني وعمل الحاجة اللي هو تدرب من اجله. نحن صراحة من الأهداف الأساسية برضو في كلية تنمية المجتمع حريصين إنه يكون منتج لكل بيت، يعني حتى في المعرض ده لو جيتوا شاركتونا، و لأن يعني إحنا إن شاء الله الليلة حنجيكم في المعرض على الصعيد الشخصي، حاشوفكم عندنا ما شاء الله يعني طلبة، يعني واحد طالب هندسة والأخرى طالبة بتاعة كلية الطب. نعم. دي بتعمل ثياب تصميم الطريق جدا معانا في المعرض. يا سلام. والطالب بيعمل مقعد بتاع عش الغراب، ده برضو حاجه جديده، يعني دي كلها شنو اعاده تدوير يعني للحديد التالف، يعني بيقوم بيعملوا حاجه شكلها جميل اسمها عش الغراب، اللي هو كرسي يعني بتاع استرخاء كده. دي الطلبه يعني الحمد لله مولوا نفسهم وساعدوا اسرتهم. يعني نحن حريصين اننا يعني يكون منتج لكل بيت، اي بيت يعني بدل الونس عن الواتساب، دايرين يعني نهايه اليوم مثلا نيجي تنافسوا البيت، تقول انا مشروعي الليل اليوم جاب لي كده، انتاج الصابون مثلا عمل لي كده، الولد يقول انا الليله مشروعي جاب لي كده، الام تقول مشروعي، يعني كل حتى الحبوبه عندها شغل بتاع الكروشيه كده، دي برضو وشغل جميل، ممكن حتى يعني في الصناعات الغذائيه يكتفوا ذاتيا، وممكن شنو يسوقوا لزياده الدخل يعني. صحيح. نعم. دي واحدة من الحاجات المهمة جدا، من الأهداف. أي منتج لكل بيت، ده نحن إن شاء الله في العام ده شعاركم 2023 ده تحدي، يعني دايرين بس يكون في منتج لكل بيت، لأن صراحة حتى الوظائف والمرتبات دي ما مدية. نعم. صحيح. يبقى معناها كلية تنمية المجتمع بالكلام اللي أنت تتكلم عنه هي ليست كلية أو جامعة تعليمية بس، بل بالعكس. نعم. منتجة. منتجة. نعم. ودي حاجة كويسة، نحن محتاجين جامعات وكليات تكون عملية فيها الإنتاج عشان ما نقلل من مشاكل كثيرة اقتصادية حاصلة عندنا في السودان، لكن عايزة تقدم شنو لكل طلاب كلية تنمية المجتمع بجامعة النيلين وكل الناس اللي حابين يتعرفوا على كلية جامعة تنمية المجتمع جامعة النيلين بصورة أوفر؟ والله أنا دائما رسالتي بوصلها للمرأة اللي هي بعيدة عن كليتنا، أو يعني في المحليات البعيدة المناطق الطرفية البعيدة شوية، أنا بقول لهم يعني صراحة ربنا سبحانه وتعالى لما خلق البشرية لم يفصل المرأة عن الرجل، يعني هم بتحكم العادات وتقاليد إنهم يقعدوا في البيت وكده، يعني حتى ربنا قال المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ما فصل المرأة عن الرجل، المرأة عندها دور الرسالة يعني لازم تقضيه، يعني تقضيه إن شاء الله حتى من داخل البيت، إنها تنتج تكتفي ذاتيا، والحمد لله المرأة الآن في مناطق كثيرة بقت أصبحت راضية عن نفسها، يعني تماما أصبحت راضية عن نفسها لأنها لبت طلب أبنائها، بقت تصنع لهم حتى الوجبات المدرسية، زي ما بيقول لك العقل السليم في جسم السليم، بدلا عن الطعمية كل يوم ما شاء الله بقوا يعملوا فطاير السامبوكس المعجنات بأنواعها. يعني في الشتاء يعني مدربتنا ماهرة جدا في الجانب ده، بتزيد السعرات الحرارية، في الصيف بتقلل السعرات الحرارية. يعني المرأة بقت راضية عن نفسها
لانها بقت طلب طلبنا. طيب دكتوره حنان، بما انكم تنميه مجتمع، ما عندكم شراكات هي تمول لكم المشاريع دي عشان انتم اذا حبيتوا تطلعوا الريف، تسافروا الولايات، الحاجات دي مكلفه، وكل مؤسسه عملاقه او مؤسسه كبيره مفروض يكون عندها قسم بتاع اللي هي بتدعم فيه المجتمع، تمام؟ شنو من الشراكات او الجهات اللي ممكن تكون هي معاكم يعني وتدعمكم على طول؟ والله نحن كليتنا دي اصلا قايمه على الشراكات، يعني نحن نعم بندرب ندرب وبنص دائما بنقول التدريب التدريب التدريب، ده حاجه مهمه جدا. حتى التدريب بنقوم لمرحله دربناهم انه كيف ينتجوا، دربناهم انه كيف يسوقوا، التسويق، فن التسويق والمبيعات، دي دورات كلها. بعد الدوره دي مشينا للتغليف، بعد التغليف مشينا للجوده ذاتها في المشاريع. نحن دربناهم، لكن بقى اصبح شنو؟ إن كيف يكون الصناعات التحويلية، أنت تدربتي يلا بعد كيف تقدر تسوقي وكيف تقدري المشروع يعني ذاته، يعني برأس مال بسيط أنت ممكن تعمل مشروع، لكن قايم على الشراكات على أساس أنه تملكون حتى رأس المال البسيط اللي هم يبدو بيه يعني. جميل. نعم، في عدة شراكات مع وزارة التنمية الاجتماعية، وعندنا عدة شراكات، لكن إن شاء الله نتمنى انه يعني المراه تتحرك والعادات والتقاليد المقعده المراه في البيت شويه، يعني المراه في البيت مقعده عدم القروش على فكره يا دكتوره حنان. كل انسان عايز يكون انسان منتج وانسان قادر انه يقدم ويعمل مشروع ذاتي يكتفي به، لكن للاسف الشديد الظروف الاقتصاديه هي ممكن تكون ضغطه جدا، زي ما انتم عارفين من خلال تنميه المجتمع بتمشوا وبتشوفوا الناس، يعني بنمشي في اماكن ونحن مقدرين الظروف الراهنه. نعم. وتكفيل الكباري ودي كلها مقدرين، عشان كده نحن بنمشي لهم في مكانهم يعني. يا سلام. بس نتمنى انه يعني الرجال يسمعونا برضو انه شويه يعني يدونا فرصه هاي تسوق يعني تطلع يعني اكتفت ذاتيا. نعم. والله عندنا نسوان استفادوا وفتحوا بيوت من الكليه الحمد لله. يعني حتى الصابون الزيت المكرر بدلا عن يدفقوا، لا اصلا بعد ساعتين بقى غير صحي يعني. بيقوم بيجمعوا في باق، بعدك بيشتروا على حبة صودا، بيشتروا عليه شحم، بيعملوا صابون. نعم بالله. بغير انه المعجنات والخبايز والطحنيه بقى يصنعوها في البيت، يا سلام. زي كل المنتجات بقى يصنعوها في البيت يعني. طيب المربات بانواعها. دكتوره حنان، مستهدفين فئه معينه من النساء ولا كله ربات منزل، ولا حتى في بنات شباب خريجات وقاعدين في البيوت، انتم مستهدفينهم ومصطحبينهم معاكم من خلال برامجكم؟ نحن يلا المركز، نحن قلت لك المركز العدد اقل عدد لازم يكون 30، دي بتلقي فيه شنو عدد الدارسات، يعني تلقي فيه البيت والام والحبوبه. يا سلام. دي في مركز واحد. يا سلام. اي البيت دي طبعا لانها خريجه وكده، نحن بنديها شهاده محتمده مننا من الكليه. أيوة. من شؤون علميه يعني توثق لها في التعليم العالي، كليه تنميه المجتمع. نعم. جامعه الخرطوم. نعم. جامعه النيلين. جامعه النيلين. نعم. الام والحبوبه دي اصلا بنديهم شهاده مننا من الكليه في تنميه مهارات المراه، ودي يعني بتبرويزها وتكون حاجه جميله بتعلقها. نعم. وان شاء الله يعني رسالتنا ان شاء الله في 2023 ده يعني زي ما قلت لك ان شاء الله من التحديات انه شهادتنا بتاع تنميه مهارات وقدرات المراه تكون في كل عشه، تكون في كل قطيه، اي منطقه طرفيه نحن عاوزين انها تكون معلقة. نتمنى ذلك. انا شاكره ومقدره لوجودك الصباحي. عايزه كلمه اخيره ممكن تقوليها لكل الناس اللي بيتابعنا عبر صباح الشروق والناس اللي حابين انهم ينضموا لكليه تنميه المجتمع جامعه النيلين. احنا والله ابوابنا مفتوحه وبنرحب بهم، وحتى يعني ممكن نمشي لهم حتى في اماكنهم، نحن بنصل مناطق بعيده جدا، بنصل مناطق بعيده على فكره، حتى في ناس محتاجين للتوعيه يعني. احنا مشينا مكان بعض المحلات يعني لقينا وصل الجنازه ما بيعرفوا، حتى تكلمنا معاهم انه انتوا لما بيموت بتعملوا له شنو، الجنازه بتعملها شنو، قالوا بنبردوا. بتبردوا كيف؟ بنرشوا بمويه بارده بندفنوا، يعني محتاجين في مناطق طرفيه محتاجه لتوعيه، نحن ان شاء الله يعني ممكن نوصلهم في اماكنهم، محتاج للتوعيه وان شاء الله، والمحتاج للتدريب، محتاج لدوراتنا التدريبيه في رياده الاعمال، في شغل التصميم، اعاده تصميم المشاريع، دي كلها ما عندنا مشكله. حتى الاطفال عندنا لهم برنامج. يا سلام. برنامج كيف تذاكر كيف تنجح، يعني برامج تدريب، وعندنا مدرب متخصص للاطفال
صلاتي حياتي، الرسول غدوتي، عندنا برنامج توعية لهم وكيف تحقق هدفك دي للأطفال، وعندنا الفاقد مش التعليمي، دائما ما بنقول الفاقد التربية، نقول لوست إديوكيشن، الفاقد التعليمي. عندنا لهم برنامج تدريبي بيتناسب مع إمكانياتهم وحاجاتهم في الشغل بتاع المشاريع، والآن معانا جزء بيتعلم في الشغل بتاع بتشوفوه في المعرض شغله. نعم. المرايات اللي بتعلق على الحمام دي، ويتعلم على الرسم على الزجاج، يا يعني سلام. بيعمل مرايات بيرسم فيها بشكل جميل الرسم على الزجاج. والله ده مجهود جبار منكم وحاجة ما سهلة. نعم. وده دوركم في المجتمع، وده مفروض يكون دور المجتمع ككل، كل إنسان. نعم. قادر أيه. إنه يقدم حاجة يقدر. زول ما لقى فرصته في التعليم إن شاء الله لقى فرصته في التدريب. أيوة لقى فرصته في التدريب. نحن شاكرين ومقدرين لك من خلال وجودك وإطلالتك الصباحية معانا دكتورة حنان إبراهيم عميد كلية تنمية المجتمع جامعة النيلين، كنت حضور بيننا وما قصرت يعني، أوفيتي وكفيتي ووريتي دوركم في المجتمع حقيقة أكبر مما كنا نتوقع يعني. تسلم. شكرا لك. شكرا لكم، كتر خيركم، بارك الله فيكم. نمشي ونتواصل مع كل السادة المشاهدين.